تحية لكم أيها المشاهدين الأعزاء. حديقة رائعة بمدينة أزيلان، والتي يمكن اعتبارها مدينة الحدائق بامتياز. يا سلام، فالمتعة كبيرة جدا عندما يتجول الإنسان في مثل هذه الحدائق المزينة بطريقة رائعة جدا، هندسة الحدائق. يا سلام، فهذه حديقة مميزة بمشاهد خلابة جدا ومزينة بأشجار الزيزفون. يا سلام، وفيها كراسي للاستراحة والاستجمام. الرياح شأن ما قوية في هذه الحديقة، ولكن الروعة روعة المكان. يا سلام، صراحة إنسان يستمتع في مثل هذه الأمكنة الرائعة. حديقة هنا حديقة قرب عمالة الإقليم. يا سلام، الرياضة أيضا تحلو في مثل هذه الأمكنة الرائعة، وتصلنا قطرات المياه من إحدى الشلالات الاصطناعية في المنطقة. يا سلام، وصراحة المشهد رائع وجميل ويبهج النفس ويسر الناظرين. يا سلام، هنا يستمتع الإنسان بمشاهد من الخضرار وروعة المكان فعلا، والأشجار بجميع الأصناف تزين الحديقة، وهي حديقة الرياضة بامتياز. أشجار الزيزفون، يا سلام، فهي نادرة ولكن قد تجدها هنا في هذه الحديقة الرائعة، حديقة العمالة. يا سلام، المشاهد فعلا خلابة في هذه الحديقة وروعة المكان فعلا. لاحظوا هنا، يا سلام، هنا الإنسان قد يستريح تحت أشجار وتحت ظل الأشجار، ممتع فعلا المكان. ممتع فعلا المكان. رياضة المشي هنا ممتعة في هذه الحديقة الرائعة. ودائما الزيزفون فوق الرؤوس. يا سلام على حديقة رائعة. يا سلام، لاحظوا هذه المشاهد الجميلة. هنا مكان كأنه ملعب أو مسرح مزين بالخضرة في الأرض. يا سلام على حديقة رائعة ممتعة، وهي حديقة للنزهة وللراحة والاستجمام. الأشجار تزين المكان هنا. يا سلام،
لهال عرقات المكان. تحية لكم من هذه الحديقة الرائعة بمدينة أزيلان. وإلى اللقاء.